بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحول الله تعالى جل جلاله وعملاءه أو نواله، إن شاء الله يوفقنا ربي في فهم بعض المقصود من بعض آيات ورزقه سورة ياسين. يقول ربنا سبحانه وتعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثل ما يركبون وأن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. صدق الله العظيم. الآية دي قبل كل شيء لا مقصد تعزيز علم من سهل النبي عليه الصلاة والسلام لو صدق أن تقول أنه من عند القرآن، كيف يهتدي هذا البشر هذا الأمي عليه السلام الذي ما عنده كان يتقن راعي الغنم ويتقن التجارة بكل أمان، كيف يصل بالعلم إلى هذه الميادين؟ ثم الميادين هذه ذكرت أنا تتميز بالثنائية شمس وقمر ليل ونهار الأزواج في عالم الإنسان في عالم الحيوان في عالم النبات في عالم الإلكترونيات عالم كل ما لا هو علاقة بعلم الحياة الفيزياء الماجنتيزم المغناطيسية في الانفورماتيك الإعلامية بكل شيء الإعلامية أسست على ماذا؟ على ثنائية صفر واحد. يعني كيف الناس الكذابون يجب يتقاو من الصابرين قدام المعجزات التي تدفع الواحدة تلو الأخرى بعيد مستحيل تقبل من حد شيء لأن القرآن كله معجزات وليست معجزات في بناء الكلام فقط، يعني علم البلاغة علم النحو علم الصرف المعجزات في كل العلوم علم الأستروفيزياء علم الشعوب والحضارات والثقافات وعلم الآيات بلا مركزة على إصرار لهذه العلوم حتى واحدة في الأنثروبولوجيا ولا بلا باليونتولوجيا ولا بلا أركيولوجيا ويوجد شيء يناقض ما أتى به القرآن. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. لهذا الناطق هو الله سبحانه وتعالى الذي لا يقول القرآن إلا الله، الذي لا يأتي بكل المعجزات هو الله، ما ليس هناك سواه. إذن ياسين وغير ياسين تقري على إبداعات وأباطيل ورجيف بلا استغلتها الأمم الفاسدة من فرعون ونمرود الروس الكبار الفاسدين وقاعد يستغل فيها دائما الصهاينة والفرماسون وفاهمين اللي يكونوا لابد الدينار وعندهم الكلمة الفاصلة ويدعوا أبدا. هذا وهم ورينا إذا صاروا جالوا الصهاينة والفرماسون في الفلسفات ورينا كيف ما هتكوا الأنظمة السياسية حتى ولا تمشي بهداها إن صح التعبير، يعني ما ينبغي إلا ما تريده إسرائيل ورينا الفضائح من وحدة ورا الأخرى المستعيب البناء الروسي على باطل سيستلم المحال والذي سيقضي عليه هو الله لكن عن طريق دينه وأهل ديني الأبناد النبلاء الشرفاء. ونحن نرى الشام ونرى مصر، يعني حقيقة الناس اللي هم مؤمنين حقا
هم اللي عندهم قياده، قياده تدمير الصرح الفاسد الذي بناه بنو صهيون لعنه الله عليهم واحد واحد. ولكن من هنيها وسيرون نهايه الكارثيه وان موعدهم يوم الحساب، ثم دعواهم جهنم بئس النهايه. يقول ربنا سبحانه وتعالى: سبحان الذي خلق الازواج كلها. يعني لا تلقى شيء يشد عن قابع، علام الشذوذ يعني ما تقول القاعده اكسبسيون كونفير مرادي. لكن هنا ربي قال كلها، يعني الطبع اليه هنا في النسبه الكيميائيه يعني لبناري كي هنا تعطى لا يزول ابدا. وهذا من ايات الله التي لا نجد لها تبديل ولا تحويل. سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، والبيولوجيا علم الصخور وعلم الاتربه وكل الموجودين يقولون نفس القول: مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. شوف الفيجيتاسيون ولا فون يعني كلور، وشوف الفون من ما هو حيوان، يعني تشوف وآية تشوف نفس الثنائية. ومما لا يعلمون أي من لا يبين الله سبحانه وتعالى أن العلم سيمتد وسيقهر ظلمات الجهل. وهذا من فضل الله علينا لو فكان استعمال الاكتشافات العلمية في طريق الصواب. لكن السهاينة ومن كان من تحت سلطان أرادوا للعلم أن ينحرف، فصنعت القبلة الجرية وما بعدها ما هو أدهى وأمر. وهذا ما جرى يعني، ولا تدرك الجوسسة ولا تقول بشيء لا قد لا يصدق من هذا نفذت في كل شيء. النفس نتاعك يوضحك، تضحية حية تضحك، من شكل مجلس يوضحك، لا ديان ديان آي يوضحك والعياذ بالله. والشمس هو حقيقة مش يخدم الكشف عن الجرائم، هذا الجانب الإيجابي. باش تكون الشرطة العدلية كنا عندنا معاول لكشف الظالمين، هذا إذا كان خلاه الشرطة العدلية الشريفة تعمل عملها. لكن عادة يعكلهم إن شاء الله أو يعوقهم. كل مؤامر متآمر يخدم السيئة وما والأمسيس ولا مصر. وآية لهم الليل نسخ من النهار، هذا في كلام الديناميتي. وآية لهم الليل نسخ من النهار فإذا هم مسلمون السلخنا كيفاش ربي خرج الواحد من الأرض. وهذه ثنائية تتقاعد بين الكتمان تتصور مرة في ساعة على مدار الساعة وتلقى أن شمس ولا قمر عموما عبر الكرة الأرضية كلها دائما هذا التعاقب موجود وعبر اسمنا وعبر الفصول. هذا ما جرى. وآيات لهم الليل نسخ من النهار فإذا هم مظلمون. ولا نعرف سر الظلمة شنية، لأنه القشرة الهوائية هي لها دور مع أشعة الشمس، بس انعكاس الأشعة على مكونات الغلاف الجوي يولي فما شيء من النور. الشمس تخرج من الطبقة هي ما عادش عند الفعل يرى بالعين المجرد، بل ظلمة، لأنه الإنسان يكشف على أشعة الشمس غير موجود. والشمس تجد متكاملة ذلك في الدين الغريب، والقمر قدرناه منزل حتى على العزم القديم. يقول لي لما 28 درجة قالوا في كارتي، لكن بالحقيقة كان الإنسان الاجتماعي ميت هو الدين. العدد يتراوح من الدين 99 والشيء والقمر قدرناه منزل حتى على كل العزم القديم. لا الشمس لا ينبغي لا أن تدرك القمر، هذا كل واحد منهم لا طبيعته ولا تاريخه ولا مساره ولا مجرد بتاعه. الشمس لا تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون.
ولو كذلك عالم النافيغاسيون. السباحة ليست الإنسان فقط أو السمك فقط أو لبعض الطيور أو لبعض الحيوانات، لكن السباحة هنا على مستوى أعلى من مستوى الأرض، سباحة الأرض. أو كذلك فما سباحة تطفو هنا، وأن فما جزء من السفن لا يطفو تحت سطح الماء. وآية لهم أن عملنا ذرياتهم في كل مشعوب، فالذرية هي مش نقطة فقط، هو من وقتها حتى قيام الساعة والناس يسافروا ويقروا متعتهم وأجازتهم وبعثاتهم الدبلوماسية وهربهم كلها بدأت تستعمل الفل. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في كل مشعوب وخلقنا لهم بمثل ما يركبون من مثلها، أي معناها الناس الحضارات هي تتلاقى بكل من مهزوم من الجسد على المعتد والفاتح مساحة التعبير، شوف أسرار كيفاش وبلغوا المكان هذاك، البيكين كيفاش صنعوا، الفينيقيين كيفاش صنعوا وقت اللي الأرض هذيك ما تكفيش للقوت وما تكفيش للعيش الهني وكذا، جات فكرة اللي يصنعوا الفلك هذوما ويخرجوا الأودية حتى يشوفوا أراضي أخرى ويخرجوا في البحار. ونعرفوا أنا كيف أسست كارتاج، لولا هالطريقة هذه نتاع السفر والتنقل ما كانت كارتاج فقط وقت ذاك من تبنى عن طريق الفينيقيين، يعني هما في شمال لبنان على ما أظن. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الديك المشحون أو شمال فلسطين وخلقنا لهم من مثل ما يركبوه كذلك سفينة الصحراء لا ننساها، معناها النوق هي اللي سفينة الصحراء وعندها أسرار الخط نتاعها وأسرار الشعوب نتاعها وظهر سنامها وكله وطريقة سيرها الكل. وان ايوا لو مثل ما يركبون ما كيما السفينة تلعب يا الأمواج، كذلك ما ظن في الصحراء والجمال والقطب والوديان والمجر نفس الشيء يقع في سبيل الصحراء، بحيث الطوداج وكل شيء قاعد يقع في الجوي في البيئتين. وإن شأن غرقهم فلا صريق لهم ولا هم ينقذون، وقلت يا رب يقبل باش يغرقهم من القوم شكون ينقذهم، يعني لا إسعاف بالمرة لأن القضاء مبرم، لأن يعني الله أراد ذلك. وأنا كذلك يوم القيامة لا ما فماش قوم مجهزي يملك وإن كنت نبيا عليه الصلاة والسلام. وأن شأن غرقهم كذلك النبي مسؤول، لأنه يعني يعتبر لكونه هو قام بالدور ويرالي في المسؤولية في معنى الزمات في معنى نجاح وإخفاء. وأنا ما زلنا أن شأن غرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون، بل وزرائيل خدموا وبعض المسار خدموا خدمة شيطانية على الكون مش يردوا. سيدنا عيسى عليه السلام وأمه البتول عليه السلام مريم سانتا ماريا ما لا تهموا من يحبوا يكونوا من دون الله يعبدان من دون الله، شو من ملاك الداخل الخطف بتاع بني اسرائيل ويوسف ولا بعض النصارى، كيف يجوز هذا لنبي كريم؟ لان النبي يكون كان امين. انا حبيت اشير الى الكذب اللي قاعد يسرع في الافكار ويسرع في الحضارات ويخرب في الديار. علاش؟ لانه لا يجوز ان ننطق بغير الحق. وانا شان اقول لكم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون الا رحمه منا ومتاعا للعالمين. صدق الله العظيم والسلام على من اتبع الهدى.